بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كنا بدأنا في تشابتر 1 البروفيسور كويستشن بانك شيت جنرال سكندري ستيج. كنا واقفين عند كويستشن 50 في الفيديو اللي فات، تمام. هنكمل بقى النهارده كويستشن 51 على تشابتر 1. حضرتك ممكن تلاقي طبعا اللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت بتاعت اللي هو فيديو 1 وفيديو 2 في تشابتر 1 هتلاقيهم موجودين على القناة. اعمل سبسكرايب علشان يوصلك الجديد لما ينزل ان شاء الله. فعندي question number 51 بيقول لي in the following circuit if the reading of voltmeter is 12 volt. reading of voltmeter 12 volt يعني مديني هنا V كام ب 12، وعندي R يعني اقدر اجيب الكرنت، تمام. So the value of EMF of the battery. طب اول حاجة نجيب من هنا current I equals E V over R 12 over 6. يبقى I equals V over R اللي هي V كام 12 divided R ب 6 يديني كام 2 أمبير. طيب V اللي هو reading of voltmeter هو عايز VB. مش لو انا عندي هنا voltmeter متوصل هنا او VB بقى، لو احنا عاملين نجيب VB equals I R dash I ب 2 R داش بكام؟ عندي 1 بلس 6 7 7 بلس 3 10 يبقى 10 2 تايمز 10 يديني كام 20 فولت، يبقى كام 20 فولت اللي هي سي. عندي question number 52 the following graph represents the relation between potential difference between two terminals of electric cell in a closed circuit and the current intensity passing through this circuit. So the value of the internal resistance of the cell R small equals كام؟ عايز R small. احنا من الجراف ده دي كده VB لان I هنا ب 0، يبقى الريدنج بتاعت الفولتميتر دي VB، يبقى VB بكام؟ ب 2 فولتس، كده جبت VB. ناخد اي بوينت بقى، مثلا ممكن ناخد البوينت دي، عندي V بكام؟ 1.5 و I ب 1 امبير. يبقى سبستيتيوت في الرول بتاعي اللي هو كويشن 52 V equals VB minus IR. V بكام؟ اخترنا احنا البوينت دي يبقى 1.5 equals V احنا قلنا بكام ب 2 يبقى 2 minus I بكام؟ I ب 1 عند البوينت دي يبقى 1 times R. يبقى R تروح الناحية التانية و 1.5 تيجي الناحية دي، يبقى R equals 2 minus 1.5 يديني كام؟ 0.5 ohm اللي هي P. In the following circuit the value of R that makes voltmeter reads 5 volt. الفولتميتر هنا 5 volt، يبقى نقدر نجيب I. يبقى I equals V over R. يبقى هنا 53 I equals V over R. V بكام؟ 5 over 10 يديني 0.5 امبير. يبقى الكرنت هنا ب 0.5 امبير. هنجيب R داش للسيركت. R داش equals ايه؟ V over I. V بكام؟ لو V B يعني بكام؟ 8 over I بكام؟ 0.5 يديني كام؟ 16 اوم. طب هي R داش equals ايه؟ ليه 16 اوم؟ مش equals R R small اللي هي 0.5 plus 10 plus R اللي احنا عايزينها، كل ده equals كام؟ 16. 10 plus 0.5 يديني 10.5، يبقى R equals 16 minus 10.5 يديني كام؟ 5.5 ohm. 5.5 اللي هي C. In the following circuit on closing the key the reading of ammeter A هيحصل له ايه؟ لما نقفل ده يبقى resistance دي خرجت بره السيركت، يبقى ال R داش decreases يبقى ال current increases، يبقى the current increases، تمام. In the following circuit the value of resistance R is base ohm. عايز R دي بكام ohm؟ طيب انا عندي هنا VB 120 فولت، R small ب 0 طبعا. هنجيب R داش لان عندي ال current، يبقى R داش للسيركت equals ايه؟ R داش دي question 55 R dash equals V over I. 120 over I بكام؟ ب 10 over 10 يديني كام؟ 12 ohm. طيب R dash equals E اللي هو 10 ohm equals 8 plus 5 times R over 5 plus R عشان دول parallel، يبقى 10 plus 5 R over 5 plus R plus 0 طبعا خلاص. هتبقى هنا 5 R over 5 plus R، تمام؟ يبقى 10 minus 10 ب 0. دي 8 سوري انا استغربت برضه هنا 8 دي 8
يبقى 10 minus 8 ب 2 يبقى 5R over 5 plus R equals كام؟ 2. يبقى cross multiplication. يبقى هنا 2 times 5 10 plus 2 times R ب 2R equals 5R. هنودي الناحية التانية. يبقى 5R minus 2R يديني 3R equals 10. يبقى R equals كام؟ 10 over 3 يديني 3.33. 3. احنا قلنا R داش في over I 12. دي 12 يا جماعه معلش. دي 12 minus 8 هيبقى 4. 5 times 4 times 5 between دي 4R و 5R minus R يديني R. يبقى R equals كام؟ 20. R هنا equals 20. 20 ohm. يبقى B. Question number 56 will in the following figure when connecting an electric cell between points AB. يعني ده المدخل وده المخرج. الكرنت خش من هنا وخرج من هنا. The equivalent resistance was 9 ohm. تمام يبقى R داش للجروب دي اسمها كام؟ equals 9 ohm. So if the source is connected between CB. CB يعني موصله هنا. The equivalent resistance equals كام؟ يبقى لازم الأول نجيب قيمة R. هنا 9 ohm مش دي R و2R يبقى كام؟ 3R branch ده. 3R مع 3R parallel يبقى R equivalent equals 1.5R. ف the question number 50. 56 يبقى R داش in first case equals كام؟ احنا قلنا 1.5R و R داش هو مدانا كانت بكام؟ 9. يبقى 1.5R equals 9. يبقى R equals 9 over 1.5 اديني كام؟ 6 ohm. يبقى R دي ب 6 ohm. طيب when connected between C and B هيبقى الشكل كده بقى. ادي C و B فيها 2R. ادي C وادي B 2R. 2 times 6 ب 12 ohm. تمام؟ وعندي البرانش ده اللي فوق ده هيبقى هنا وهنا. هنا R بكام؟ 6. وهنا 3R يعني 3 تايم 6 يديني 18 اوم. وادي المدخل والمخرج. يبقى R داش ايكوالز كام؟ طبعا دول 6 بلس 18 يديني كام؟ 24. يبقى البرانش ده 24. يبقى R داش ايكوالز 24 تايمز 12 اوفر 24 بلس 12. يطلع لي 10 لو قسمتها. 24 times 12 over 24 plus 12 يديني كام؟ 8. يبقى R dash equals 8. R dash in this case equals 8 ohm. دي B. فعندي question. The next question هو 57. From the following figure the value of the equivalent resistance is space ohm. هتلاقي هنا البرانش ده هنا 6 و 3 دول بارلل بدايتهم واحده ونهايتهم واحده. يبقى 6 مع 3 يبقى 6 تايم 3 اوفر 6 بلس 3 اديني كام؟ 2. هتلاقي ده كده 2 يبقى من هنا 2. 2 بلس 8 اديني كام؟ 10. يبقى البرانش ده كله كام؟ 10. 10 مع 10 بارلل يبقى 5. 5 مع 15 سيريس يبقى 20. يبقى 20 مع 20 بارلل يبقى 10. يبقى R داش بكام؟ 10. عندي بعد كده the value of current intensity through resistance 20 ohm. عايز الكرنت اللي ماشي هنا. احنا قلنا البرانش ده كله 20. يبقى هنا 2 امبير يبقى يمشي في دول كلهم 1 امبير وده 1 امبير يبقى ايكوالز كام؟ 1 امبير. لان هيتجزأ بالتساوي لان دي 20 ohm وده 20 ohm يبقى 2 over 2. يبقى هنا 1 امبير وهنا 1 امبير. The potential difference between points C and D. Between C and D. طيب الكرنت هنا ماشي كام؟ هنا ماشي 1 امبير. خد بالك ما هو هيخش هنا هيخرج يجي هيتجمع من هنا في الاخر 1 امبير. مش احنا اتفقنا ان البرانش ده كله 1 امبير؟ ما ده كله كام؟ 5. يعني 5 يبقى هيمشي هنا 1 امبير. يبقى في هنا ايكوالز ايه؟ اي ار 1 تايمز 15 ايكوالز 15. يبقى 15 فولت اللي هو بي. In the following circuit 5 similar resistors when connecting an electric source between points A and B. بين A و B يعني من هنا ومن هنا. The equivalent resistance was 5 ohm. يبقى هنا 5 ohm. طيب نجيب دول كده. دي كده 2 تمام ودي R2 سوري R2 R1 R3 هم كلهم similar. يعني هنا 2R مع R يبقى 2R times R over 2R plus R.
يبقى 2 هتطلع كام؟ 2R، يبقى R البرانش ده 2R سوري R تايمز R دي 2R، 2R تايمز R اوفر 2R بلس R يعني 3R. دي كانت اسمها اديني 2 اوفر 3R، يبقى البرانش ده كده كام؟ 2 اوفر 3R. 2 اوفر 3 متوصل سيريس مع ده، يبقى البرانش ده كله كام؟ 2 اوفر 3 بلس 1 يديني كام؟ 5 اوفر 3، يبقى 5 اوفر، يبقى البرانش ده كله كام؟ 5 اوفر 3R متوصل بارل مع دي مع R، يبقى ايكويفلنت ريزيستنس هو قال لي كام؟ يبقى R داش كانت بكام؟ 5. يعني ال 5 دي ايكوالز كام؟ ده كويستشن نمبر 58. R داش اللي هو 5 ايكوالز هتبقى 5 اوفر 3 R تايمز R اوفر 5 اوفر 3 R بلس R، يبقى كام؟ 8 اوفر 3 R. R كانسل مع R كروس مالتيبليكيشن، طبعا هنا 3 كانسل مع 3، يبقى هنا 8 تايمز 5 اوفر 5 يديني، يبقى R تطلع في الاخر تطلع ب 8 اوم. R تطلع بكام؟ 8 اوم. هو عايز بقى so when connecting the same source، كده احنا جبنا قيمة R يعني كل واحدة 8، when connecting the same source between point C and A، between C and A من هنا يعني هنا وهنا ده 8 ودي 8 هنا 8 8 8 تمام. the equivalent resistance equals كام؟ البرانش ده كده 16 وده 16 والاثنين بارل، يبقى ده مع ده كده 8، نحط كده 8 بارل مع ده، يبقى 8 مع 8 بارل يديني كام في الاخر؟ 4 اوم. question number 59، طبعا 59 و60 و62 اتحلوا في فيديو، او سوري 59 و60 اتحلوا في فيديو على القناه، اللي موجود في في فيديو موجود على القناه يعني، فعشان ما نضيعش فيهم وقت. عندي 61 بيقول لي the measuring unit of electromotive force EMF is، عايز measuring unit of electromotive force EMF اللي هو V equals IR يعني امبير، ممكن نقول فولت او امبير اوم. طبعا هنا في اوم متر وهنا في كولوم، طبعا لا كاتب لي جول بير امبير سكند. طب ما انا عندي في برضو في ايكوالز كوب اوفر كيو، صح كده؟ يعني جول بير كولوم، بس انا ما عنديش هنا كولوم. طب ما انا عندي كيو ايكوالز ايه؟ مش اي ايكوالز كيو اوفر تي، يبقى كيو ايكوالز اي تي، يبقى ممكن نشيل كولوم ونحط مكانها اللي هي كيو، يعني نحط مكانها ورك اوفر اي تي اللي هي جول بير امبير سكند، جول بير امبير سكند هي بي. Next question was 62. Bully, the following circuit consists of an electric cell of negligible internal resistance and three similar lamps L, M, and B. تمام؟ three similar lamps connected as in figure. Mention when, sorry, what happens to the reading of voltmeter when filament of lamp B burns. Lamp B burns يعني دي خرب. The reading of voltmeter. The voltmeter متوصل between point D and point D. طبعا الكرنت خارج كده اهو، هيمشي هنا، ده المين كرنت كده. طيب هنا ار للسيركت، طبعا ار للسيركت زادت، دول كانت مثلا لو مثلا قلت لك في المسالز دي ممكن تحط ارقام لو انت هتلخبط، يعني حط مثلا في بي مثلا ب 20 فولت وهنا 5 اوم 5 اوم 5 اوم، وهو عايز ريدنج اوف فولتميتر، ريدنج اوف فولتميتر ايكوالز اي ار، فنجيب اي ار بعد واي ار بعد قبل وبعد. ادي 62 هنا، تبقى دول كام؟ 2.5 بلس 5 يبقى كام؟ 7.5، يبقى I equals 20 divided دي كده before وهنا after 20 divided 7.5 تطلع كام؟ 20 divided 7.5 equals 2.67، يبقى I equals 2.67 ampere. طب اي افتر دي مع السلامه، يبقى ار بكام؟ 5 بلس 5 ب 10، يبقى اي ايكوالز 20 اوفر 10 يديني كام؟ 2 امبير، يعني الكرنت زي الكرنت قل، الكرنت قل لان طبعا ار زادت كانت 2.5 بقت 5 في الجزء ده يعني. فهنا في في الحاله الاولانيه بتساوي اي ار، يبقى 2.67 تايمز اللي هو اي تايمز ار بكام؟ 5، وهنا في ايكوالز اي 2 تايمز 5 هنا ايكوالز 10، وهنا طبعا مور ذان 10، يبقى 2.67 تايمز 5 هيطلع لي كام؟ 13.35
35. فريدنج فولت ميتر هتبقى كام؟ ديكريزس، يبقى ديكريزس. ديكريزس. Question number 63 بيقول لي figure 2.31 shows a wire B of length L, wire B of length L with cross section area A and a resistance R. Another wire Q is a conductor of the same material, يعني رو هنا equals رو هنا, with length of 3L and twice the cross sectional area of B. What is the resistance of Q in terms of R? ده قلنا resistance بتاعته R, يبقى عايزين بقى Q. هنا R equals A 63, مش R equals رو E L over A. يبقى أول ما الاقي رو E L over A عشان لو حط مكانها ايه R, نجيب R in second case R 2 اللي احنا عايزين, او RQ يعني RQ equals رو E, هي رو E, وهنا L بكام؟ ب 3L over A, هنا بكام؟ ب 2A, يعني equals 3 over 2 رو E L over A, مش رو E L over A اللي هي R, يبقى equals 3 over 2 R, 3 over 2 A, يبقى 3 over 2 R. 64 بيقول لي in the figure 2.30 BQ is a piece of uniform wire, PQ uniform wire of length 1 meter, length 1 meter with a resistance of 10 ohm, يعني كل ده 10 ohm, يبقى 1 meter 10 ohm. Q is connected to an ammeter, تمام, متوصل هنا بأميتر, a 2 ohm resistor and 3 volt, 2 ohm resistor وفي resistor 2 ohm وكام و 3 volt battery. بيقول لي what is the reading of ammeter, عايز R يعني, when the sliding contact اللي هو الجوكي is at X. طب هنا مديني 20, هنقول له ال 1 meter ممكن تجيبها بطريقة سهلة, نجيب R يعني ده 64 R مع L تمام, ده كله كام؟ 2 ohm, يعني هنا 2 ohm لما كان اللينس كام؟ 1 meter اللي هو 100 سنتيمتر, او عايز تكلمها بالسنتي مفيش مشكلة, يعني عايز تكلمها بالمتر 1 meter وتحول دي لل, طيب الار هتبقى بكام لما اللينس يبقى 20 سنتيمتر؟ كروس مالتيبليكيشن هنجيب ار للبارت ده, يبقى ار ايكوالز كام للجزء ده؟ 20 تايمز 2 اوفر 100 يبقى 4 اوفر 10 0.4 اوم, هديني كام؟ 0.4 اوم. تمام, خد بالك ان البارت ده 0.4 اوم وهنا في 2 اوم, يبقى ار داش كلها بكام؟ تبقى 2 بلس 0.4 يديني كام؟ 2.4 اوم, دي ار داش. هو عايز اي اللي هو ريدنج اوف اميتر, اي ايكوالز في اوفر ار داش, في بكام؟ ب 3 اوفر 2.4, يبقى اي ايكوالز 3 ديفايدد 2.4 هيديني كام؟ 1.25 امبير. Question number 65 بيقول لي you are given a metal block with dimensions as shown in the diagram, مدين بلوك اهو, which pair of faces of the block must be connected to the circuit in diagram to, نوصلهم ازاي يعني, نوصل بالشكل ده ولا بالجنب ده, يعني any between B و Q ولا V و W ولا R و S to produce the largest ammeter reading. طيب largest ammeter reading يعني least resistance, اقل resistance ببساطه كده R, خلينا نمشي مع L R directly relation to L, احنا عايزين largest ammeter reading يبقى اقل R, يبقى اقل lens, اقل ايه lens, ففين اقل lens؟ هو هنا كاتب لي 2 سنتيمتر ودي كده 5 سنتيمتر ودي 6 سنتيمتر, يبقى نوصل ايه مع 2 سنتيمتر, يبقى نقلب ده كده ونوصله كده, يبقى between V و W, between V A V and W. تمام, question 66 بيقول لي the diagram shows a circuit with three similar light bulbs, three similar light bulbs, what would happen to the reading of of the ammeter or on the ammeter and the brightness of the bulbs if another bulb is added to the circuit. طيب حطينا bulb زيادة يبقى R هتزيد, يبقى الكرنت هيقل, يبقى reading of ammeter decreases. تمام, طيب the brightness, مش الباور هنا بيساوي ايه؟ power equals I square R, R ما اتغيرتش,
لكن الاي قلت يبقى الباور هيقل كمان، يبقى ريدنج اوف اميتر اند برايتنس بوث اوف ذم ديكريزز، بوث اوف ذم ديكريزز، الاثنين هيقل. كويشن نمبر 67 بيقول لي ذا دياجرام شوز A current circuit comparing two resistors of R ohm, ohm and 1 ohm R1 respectively. The reading on the voltmeter V1 is 2 volt. V1 هنا كان 2 volt. تمام؟ طب والكرنت؟ الكرنت كله همشي هنا لان الفولتميتر R بتاعته كبيره جدا. يبقى انا عندي I وعندي V اقدر اجيب R، يبقى R equals A. R equals V over I. V كام ب 2 equals 2 divided I بكام 6. يبقى 1 ثيرد، يعني هتطلع ار بكام؟ 0.33 اوم. كده جبنا ار. اند ذا ميتر ريدنج 6 امبير، خلاص دي كالكوليت ذا فاليو اوف ار حسبناها. اند ذا ريدنج اوف فولتميتر في 2، طب ما في 2 ايكوالز ايه؟ ايكوالز اي ار. احنا جبنا اي ب 0.33 تايمز 1 يديني كام؟ 0. يبقى هنا الفي بكام؟ 0.33 فولت. تمام؟ 68 بيقول لي ذا دياجرام شوز تو ميتال rods B and Q made of the same substance. The diameter of B is twice that of Q. Diameter. خد بالك الديامتر يعني R B equals to R Q. What is the length L dash يعني L بتاع Q يعني of rod Q in terms of L? The length of the rod B if B and Q have the same resistance. يبقى المعلومة اللي مديهاني إن B We Q have the same resistance. R, that question number 68. RB equals RQ. وقال لي كمان made of the same substance. مش R equals 0E. LP. LB طبعا اللي هو L. خلاص. Over A. A اللي هو by R square. RA square. Equals rho E. هنا L داش بقى اللي احنا عايزينه. L داش over A by R هنا بكام؟ خد بالك ان دي RB، RB سكوير. ومديني معلومه ان RB equals to RQ، يعني ممكن هنا بدل نشيل RB نحط مكانها 2 سكوير وبتبقى 4 RQ سكوير. هنا باي RQ سكوير، فباي RQ سكوير تروح مع باي وهنا روي كانسل مع روي. يبقى L over 4، يبقى L داش equals كام؟ L داش equals L over 4، L over A. L dash equals L divided 4. Question number 69 بيقول لي when the potential difference across a resistor is 6 volt the current flows is 1.5 يعني مديني V ومديني R. What is the potential difference across the resistor if the current flow is 2 ampere. طيب أول حاجة نجيب R. ده 69. R equals V over I. V بكام في الحالة الأولانية 6 over 1.5 يديني كام 4 اوم، يبقى R ب 4 اوم. هو عايز V in second case V equals I R. I بكام 2 times 4 يديني كام 8 فولت. 8 فولت. Question number 70 to form 8 shape resistor. ده طبعا 8 shape resistor من الواير ده. هو كاتب لي هنا كام 8 اوم. ده 8 اوم. ده الواير كله يبقى 8 يبقى دي 2 ودي 2 4 ودي 2 6 8 يبقى كل برانش هنا 2 اوم ودي 2 اوم و2 اوم و2 اوم مفهومه؟ ذا دياجرام شوز ان 8 اوم ريزيستور واير تو اندس اوف ذا واير ار جويند از شون ان دياجرام بي بالشكل ده which it is Formed into a symmetrical 8 figure of 8 as shown in the diagram C يعني بالشكل ده. المطلوب بقى what is the current flowing when the ends B and Q are connected to 8 volt. عايز I وعندي V هنا. هنجيب R داش. البارت ده كده 2 اوم مع 2 اوم parallel يبقى ده كده 1 اوم. وهنا 1 اوم يبقى R داش اللي هو كام 1 بلس 1 يديني كام 2 اوم. يبقى I equals A. I equals V over R dash. يبقى 8 over كام؟ احنا قلنا 2. اديني كام؟ 4 امبير. يبقى reading of ammeter 4 امبير. Question 72 طبعا سوري 71 هنا بيقول لي the diagram shows
simple circuit. عندي simple circuit زي ما احنا شايفين. What is the reading of the ammeter اللي هو الاميتر ده؟ طيب هنا دول كام 6 و6 بارلل يبقى دول كام 3. 3 مع 3 سيريس يبقى ار داش الجروب دي كام؟ ار داش 3 بلس 3 اديني 6 اوم يبقى ار داش 6 اوم. هو هنا مش مدينا في بي يعني في بس خطأ هنا. خلي في بي مثلا 30 فولت 30 اوفر 6 يديني 3 فولت اسف يبقى 3 اوفر 6 يديني كام 5 0.5 امبير. هي دي بس ما كانش مكتوب ال في بي يعني. كويشن نمبر 72 حليناها في فيديو سابق. 73 هنا بيقول لي a circuit breaker. circuit breaker is البريكر ده اللي هو زي الفيوز اللي عندنا يعني ده بيفصل لما الكرنت يزيد عشان لما يحصل اوفرلود عشان يحمي الجهاز اللي شغال يعني ده اسمه سيركت بريكر. A circuit breaker is an automatic switch يعني بيفصل لوحده. امتى بيفصل؟ لما الكرنت يزيد يعني هو مثلا هنا السيركت بريكر 20 امبير يعني طول ما الكرنت ليس ذان 20 او حتى 20 مفيش مشكله. اول ما يبقى 21 او مور ذان 20 يروح هو ايه فاصل الكرنت عشان ما الاجهزه دي ما يحصلهاش دامج ما تتحرقش يعني. فالمهم يعني a circuit breaker is an automatic switch which trips when the current flows exceeds a specific safe value. وهو ده وظيفه الفيوز اللي موجود ورا الباب هو ده برضو اسمه ايه circuit breaker يعني فاصل او مانع الاوفرلود يعني بيمنع زياده التحميل لو الكرنت زاد يفصل لوحده. An electric kettle of 28 ohm يبقى الكتل ده 28 ohm. A bread toaster 30 ohm وده 30 ohm. طبعا الاجهزه دي بتوصل بارلل زي ما احنا شايفين بارلل الاجهزه في البيت كلها بارلل تمام يعني الاجهزه ده 30 ohm و28 ohm وعندي بقى كده and a microwave oven of 20 ohm كل دول بارلل تمام. Are connected in parallel to a 240 volt يبقى ده كام 240 فولت اللي هو السورس باور سبلاي and 20 امبير سيركت بريكر ده 20 امبير ده مش الكرنت اللي ماشي عشان محدش يفهم ده الكرنت ده معناه ان اخره 20 امبير. فهو بيسالك بقى will the circuit breaker trip when all the three appliances are used correctly concurrently يعني لو استخدموهم مره واحده وصلت في الاوضه دي مثلا الكيتل وهنا وصلت الميكروويف والبريد توستر خلاص هل البريكر ده هتوصل؟ لا يبقى اجيب اي. هنجيب اول ار داش ار داش للجروب دي يبقى 73 1 اوفر ار داش ايكوالز 1 اوفر ار 1 اللي هو 1 اوفر 28 بلس 1 اوفر 30 بلس 1 اوفر 20 وبعد كده نجيب ار داش 1 اوفر 28 plus 1 over 30 plus 1 over 20 طلع لي كام 0.0.119. هنجيب بقى ار داش ريسيبروكال يبقى 1 over 0.119 هيديني كام 8.4 ار داش 8.4 تمام ده ار داش. هنجيب بقى اي equals v over ار داش v بكام 240 over 8.4 240 divided 8.4 الكرنت كام ب 28 امبير يبقى هنا the breaker will trip down يبقى لان الكرنت هنا بقى 28 امبير يعني مش هيستحمل هيروح فاصل على طول الفيوز ده يروح فاصل ما ينفعش نشغل الثلاث اجهزه دول مع بعض تمام. 74 6 resistors of 6 ohm each are connected as shown in the figure. What are the readings of ammeters A1, A2, and A3? عايز A1 بكام؟ اللي هو المين كرنت. طيب مين كرنت دول 6 و6 بارلل يبقى 6 over 3 بكام ب 2 يبقى هنا 2 اوم و6 over 2 بكام ب 3 اوم وهنا 6 يبقى 6 بلس 3 بلس 2 يديني كام 11 يبقى هنا reading of ammeter A1 بكام؟ V over R. V بكام 6 divided 11 يديني كام 0.5 يبقى A1 ب 0.5454
4 امبير. طيب A2 D6 و D6 يبقى الكرنت ده يتجزء الاثنين يبقى A2 equals الرقم ده over 2 اللي هو 0.5454 divided 2 هيديني كام؟ 0.2727 امبير. A3 الكرنت اللي هو نفس الكرنت ده اللي هو ماشي هنا هيتجزء ليه 3 يبقى الرقم ده اللي هو الاولاني خالص over 3 يبقى 0.5454 divided 3 اديني كام؟ 0.1818 امبير. What is the voltmeter reading? Voltmeter V equals IR. I اللي ماشي اللي هو الاولاني الكرنت الاولاني اللي هو 0.5454 times 6 يبقى 0.5454 times 6 يديني كام؟ 3. يبقى reading of voltmeter equals 3.27 volt. Question 75, which of the bulbs in the following four circuits is the brightest? مين في دول brightest؟ طبعا ال brightest يعني ال power. طبعا لما نوصلهم series يعني ال current هنا اقل current. تمام؟ طبعا most brightest one هي دي. عايز المصابيح اللي عندك تضيء اعلى اضاءة وصلهم parallel مع نفس السورس. تمام؟ سوري ده دي ار ده ماشي ما هو نفسه هيطلع دي برضو بس هنا اللامب هنا يعني دي اقل ريزيستنس يعني اكبر كارنت هيمشي هنا اكبر كارنت هيروح لللامب دي. تمام؟ فاكبر كارنت هيمشي مع اقل ريزيستنس في السيركت فاقل ريزيستنس دول دي ار اوفر 3 يعني 1 ثيرد ار اوفر 3 وهنا ار اوفر 2 وهنا 3 ار وهنا 2 ار وار يعني 2 ار تايمز ار اوفر 2 ار بلس ار يديني 2 اوفر 3 ار في الاخر يعني اقل ريزيستنس مين ار اوفر 3 خلاص دي اقل ريزيستنس لو حسبت ده كله هتلاقي ار اوفر 3 دي اقل ريزيستنس لدول فهتبقى الكرنت اللي ماشي طبعا ار اوفر 3 بلس الريزيستنس بتاعت اللام بس ده اكبر كرنت هيخرج من السورس هو الكرنت اللي خارج من هنا لما يكونوا ثلاثه برلين دول اقل ريزيستنس وبالتالي اكبر كرنت يبقى نختار دي. 76 بيقول لي a resistor in series with an ammeter is connected to a cell which has an EMF 1.5 volt. The potential difference across the cell reads 1.2 volt, while the reading on the ammeter is 0.6 ampere. What is the value of internal resistance? عايز R small. طيب هنا بيقول لي resistor in series with an ammeter is connected to a cell with which has يبقى مديني VB. The potential difference across the cell reads يعني مديني V. While the reading of the ammeter يبقى نستخدم الرول V equals VB minus IR يبقى IR equals VB minus يبقى IR يبقى R equals VB minus V over I substitute بقى VB كام 1.5 minus 1.2 يديني كام 0.3 over I لو 0.6 طبعا 3 over 6 يديني half يبقى 0.5 اول واحده 0.5 ohm. 78 بيقول لي two resistors R1 and R2 of 6 ohm and 18 ohm respectively are connected in parallel متوصلين parallel زي ما احنا شايفين as shown in the figure. The values of the current flowing through R1 and R2 are 150 milli ampere and Y هو مش مديني هنا الكرنت اللي ماشي هنا Y. تمام؟ المطلوب طبعا المطلوب عايزين واي بكام او عايزين اي. طيب اول حاجه هنجيب اي عايزين اي. انا عندي هنا في في البرانش ده ايكوالز في في البرانش ده يعني اي ار اي 1 ار 1 ايكوالز اي 2 اللي هو واي يعني ار 2 يبقى اي 1 اللي هو كام 150 مش هنحط طبعا بالملي عشان يطلع لي بالملي على طول تايمز 6 ايكوالز 18 تايمز واي يبقى واي اللي هو الكرنت اللي ماشي هنا واي ايكوالز كام 150 تايم 6 اوفر 18 هيطلع لي ب اي ثينك 50 150 تايم 6 ديفايدد 18 هيطلع لي كام 50 يبقى 50 ملي امبير يبقى اي ايكوالز كام هنا ماشي 150 ملي وهنا 50 يبقى اي بكام 200 ملي امبير 200 ملي امبير. كويشن نمبر 79
figure 2.42 اللي هو shows a simple circuit زي ما حشيت. What is the potential difference across x and y؟ عايز v هنا. طيب v equals i r. هنا r بكام؟ طبعا v هنا طالما هنا r small مش مدينا r small هتبقى 3 فولت. بس هو عايز x y سوري وعايز x y هنا. طب هنجيب i الاول. استغربت قلت السؤال سهل. لو عايز x زد هيبقى 3 فولت يبقى هنا بكام؟ هتطلع 1 فولت. طيب هنجيب i equals v اللي هو 3 over r dash اللي هو 6 دي كام 0.5 امبير يبقى الاي ماشي كام 0.5 امبير يبقى v x y equals i اللي هو 0.5 times r اللي هو 2 يديني كام 1 فولت 1.8 فولت يبقى هنا 1 فولت وهنا 2 فولت فهو الاثنين 3 فولت يبقى ماشي تسمع. question number 80 find the effective resistance for each of the following arrangements of resistors. عايز effective resistance. طيب دي سهل. 2 plus 3 plus 6 يديني كام 11 يبقى دي 11 اوم يبقى r داش هنا 11 اوم. هنا 3 و6 parallel يبقى 3 times 6 over 3 plus 6 يطلع لك الجزء ده كام 2 اوم. 2 اوم مع 2 اوم سيريز يبقى r داش 2 plus 2 يديني 4 اوم. هنا دول كلهم parallel يبقى 1 over 2 plus 1 طبعا للتسهيل 3 مع 6 دول كده 2. 2 اوم 2 اوم مع 2 اوم بارلل يديني كام 1 اوم يبقى ار داش هنا بكام 1 اوم دول 5 ودي 6 يبقى والاثنين بارلل يبقى 5 تايمز 6 اوفر 5 بلس 6 يبقى 5 تايمز 6 يديني كام 30 اوفر 5 بلس 6 اللي هو 11 يديني كام 2.72 او 73 يبقى ار داش هنا 2.73 اوم. نقف عند كويشن نمبر 20 في الفيديو ده وان شاء الله هنكمل بحل البروبلمز اللي عندنا على تشابتر 1. تابعوني على القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو لو عجبك وتعمل شير لو سمحت علشان زمايلك يستفادوا. اتشرفت بيكم بتمنى لكم التوفيق. شكرا لحضراتكم.